معرض سبيت هو أكبر المعارض العالمية للتكنولوجيات الحديثة والرقمية، سيقام في مدينة هانوفر الألمانية في أذار مارس المقبل. تحضيرا له قدم المنظمون الأربعاء أبرز اهتمامات هذا المعرض. الأمن هو أحد المواضيع الأساسية في سبيت. من جهة ثانية لدينا أكثر من 300 عارض وقد قدموا حلولا أمنية لقطاع الأعمال. نحن نقوم بمناقشة هذه المسألة في مختلف المنتديات وأيضا في المؤتمر. هذا العام اليابان هي شريك هام لألمانيا في إقامة المعرض، قرار اتخذ على أعلى المستويات في كل من البلدين. 120 شركة يابانية ستعرض منتجاتها، ويقول السفير الياباني لدى ألمانيا: سنقوم بإدهاش العالم بما سنقدمه في العديد من المجالات كالروبوتات على سبيل المثال، والذكاء الاصطناعي، والقيادة المستقلة، والبيانات الحيوية. سبيت سيركز على الواقع الافتراضي، تكنولوجيا ما تزال في بداياتها لكنها تعد بمستقبل كبير. ويفيدنا مراسلنا من هانوفر: عالم التكنولوجيا الرقمية ستغير اقتصادنا وإداراتنا ومجتمعاتنا. المعرض يرغب بأن يجعل هذه التحولات ملموسة، فهو يجمع بين معرض ومؤتمر ومنصة لشبكات التواصل. إنه أمر أساسي للمعنيين بالاقتصاد الرقمي.